حنا كنطالبوا من السيد الرئيس يجلس مع الساكنه ويوضح لهم الشروع اللي باغي يدير. لحقاش هذا الشيء اللي دار راه لا يعقل، باش يتغاضى على الساكنه اللي كانوا هما السبب في انتخابات ديالو وطلعوا لهذا المستوى اللي ولا رئيس مقاطعه. في نفس الوقت كان كيوعدنا بانه غيكونوا معنا بزاف ديال اللقاءات التواصليه، اي حاجه غادي يبغي يديرها غيخبرنا بها. فاذا به كان تفاجئوا بقطع الاشجار بطريقه وحشيه. قال لك اسيدي كاين شي مشروع ديال اعاده هيكله الاشجار الخضراء، المساحات الخضراء، هذا الشيء ما شفنا فيه والو. وانتم كتشوفوا بان كاع الشجر هنا ما بقى حتى شي حاجه خضراء. اللهم ان هذا منكر. كنقولوا للسيد الرئيس كفى من الضحك على الذقون، كفى من الضحك على الذقون، الناس كلهم عارفين شنو واقع. يعني جي جلس مع الساكنه وهضر معاهم وبين لي من الوجهه ديال النظر ديالك ومرحبا بك. حنا كنقول لك من هذا المنبر مرحبا بك، والا غادي نضطروا باش غادي نديروا شكايه لوكيل جلاله الملك، غادي نتابعوك فيها قضائيا. هاد الناس هادو جاوا بداو تيهرسوا في الشجر وتيحيدوا فيه، ما فما علمونا ما قالوا لنا والو، وهذا هو المتنفس ديال وليداتنا وديال الساكنه البلاطو كامله. وانت الدار البيضاء كلها كتنفع من هاد الاشجار هادي، راه كاليتوس منه دواء ومنه كل شيء. ولا لا الله، هاد الناس الله ياخذ فيهم الحق. بغينا نعرفوا كيفاش هاد الشيء هذا وعلاش باغيين يحيدوا الشجر ويديروا مشاريع اخرى. وما غيحيدوا الشجر وغيديروا لنا الرخام والجليج، حنا اش بغينا بالرخام والجليج؟ حنا بغينا التربه، بغينا شي حاجه اللي كداوي ولادنا وكداوي الطبيعه وكتسقي العوينات ديال البشريه. وانا عايشه هنا وفي عمري 60 سنه، فاذا بيا افاجئ ان الاشجار اللي عاشت معنا وكبرت معنا غادا تقتلع. لما وما هو السبب؟ لم نخبر باي شيء، ما قالوا لنا والو، حتى كيجيو بسم الله راه طاحت الشمس غادي نحيدو نديرو في بلاصه شجر اخر. ما يمكنش، حنا عشنا مع هذا الشجر وغادي يبقى معنا تنموتو صافي. وهذا الشجر الهدف منه وراه كيحيد بزاف ديال الاشياء، راه بيئي ويحيد التلوث، يحيد. احنا بلا ما نبقاو حنا نهضروا، لان البيئه يجب المحافظه على البيئه، والمحافظه على البيئه تكون في المحافظه على اشجارها. والاشجار هذا راه كائن حي، راه كائن حي مثله مثل الانسان، لا يجب بطره. انا كبرت وترعرعت في هذا الحي هذا اللي كنعقل على ان الاب ديالي توفى عنده 87 سنه وهاد الاشجار كاينه. يعني هاد الاشجار غنعطيكم التدقيق ما يفوق 90 سنه وهي كاينه هذه. وهذا هاد المتنفس الوحيد اللي ساكنه حي البطحاء اللي هو جا في المعارف اكستونسيون. حنا جينا في قلب مدينه الدار البيضاء، وهاد المنطقه هذه راها فيها اشجار غنيه وكتحمي الابناء ديالنا من التلوث، من بزاف كما تنقولوا دوزيام بومون. وكنتمناو من الله الناس ديال البيئه، الناس ديال البيئه والمسؤولين الكبار ديال هاد البلاد الدخول على الخط. لحقاش كاينه شي عمليه حنا ما فاهمينهاش، حنا كمواطنين ما فاهمين شنو كاين. كناشدوا المسؤولين مراقبه هاد الشيء. راه المجلس الجهه خصو يدخل على الخط ويراقب هاد الشيء. الله يخليكم، الله يرحم لكم الوالدين، حنا راه ابنائكم وحنا مواطنين ديالكم، وحنا صوتنا عليكم بامانه وبصدق، والان كنتسناوكم كما صوتنا عليكم بامانه وصدق، كنتسناكم تعاملونا بصدق وبامانه. هذا عار الغباء في خطر، 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 هذا عار الغباء في خطر.